علي بدوش حتى صوت بدوش يطلع وبس بدي للوحدة ونص وما خلصوش. أول شيء الشجرة هذه اللي بسموها العلامة الوحيدة للعيد يعني أو الإشارة لميلاد المسيح. نبدأ نزوقها نحطها بزاوية من البيت، نختار لها زاوية نزوق. على فكرة هذا اللوحة ما صورتوش صورة سيدنا المسيح لما خش الهيكل أول مرة يهودي و أيوة حقبات المجمع. أيوة بالضبط المجمع لكل قصص الإنجيل تبع المسيح من يوم انولد لحد ما تحوله لصور. أحوله لصور وأعمل لي مغرض إن شاء الله. نحن الشباب ما بيطلع لنا. ايش هو بيطلع لنا؟ ما بيطلع لنا تصريح. لانه احنا الشباب انه بحسوا انه احنا بنهاجر، بما انه يعني هو اوكي بلدنا الثاني بس من غزه حلوه، نقدر نعيش فيها اكثر من هناك، هناك ما بحس في اجتماعيات من بعض، كله شغل شغل، هنا بحس في اجتماعيات، ما فيش فرق بينه وبين اختي المسلمه. هي هلا مش حتبين. طيب. هذا انجا ل لسخر. هيك تقريبا أنا كنت أول صغار ما شاء الله عليهم، هاي عند ثلاث أحفاد صار عندي وأنا ما كنت على مستشفى تقول 97 الثاني كان